من الشيطان الرجيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم من الآيات وذكر الحكيم وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. اللهم صل وسلم وسلم وتبارك وتفضل وبارك بجلالك وكمالك سلطتك وصرف عبادك سيدنا ومولانا محمد وعلى يوسف وسلم ورضي وتبارك وتعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين.